لك الفحص عام ما يخص الجهاز الرئوي، تشوف تفاصيل معينة تساعدنا في بناء العناية إليك تحديدها أفضل شكل. عندك إشكال راح نكشف بعض الأجزاء من الجسم وراح نسوي بعض الأشياء اللي هي مولية إليك وما عندك مشكلة فيها، والأمور اللي أنت ما تقبل فيها قول أنا ما أقدر يعني أنت تسويها تمام؟ راح ينقسم عندي كاردي باسكولار اسسمنت الى قسمين، قسم سنترال اللي هو خاص بالكارديا والبريكارديا هذه، والقسم الاخر هو الثيرابي. انا بالفيزيكال اكزامينيشن بشكل عام كل فيزيكال اكزامينيشن لازم عندي هاي التكنيكس اسسمنت بغض النظر عن مسمى السيستم، فانسبكشن بالبيشن بالكشن سكوتيشن. من قلت بريكارديا هذه أو سنترال أريا، السؤال أنا راح بقول سنترال، هذا سنترال، هذا سنترال، أنا من أدراع السنترال، شو ده بقى؟ هل بيجي أنا شو؟ خلاص؟ يعني أكشي ماكشي؟ لازم عندي لاند مارك أو علامات أنا أمشي أو دلالات أمشي على أساسها وأقيس من خلالها كفاءة الكارديو فاسكولار سيستم. هاي علامات بالجيست تسمى زيترول أو اللاندمارك زيترول. لو تلاحظون النقاط لو تشكلت مع بعضها خط واحد زين تشكل حرف شنو؟ حرف زيت. لو تلاحظوها على الجيست تكون عندي بشكل حرف زد. كل منطقة كل منطقة لها دلالة معينة أثناء الفحص، وكل منطقة لها اسم معين خاص فيها. فنبدي إنه نعرف لازم السايز مات الهار، سايز مات الهار يبدأ بالسكن الفاستر سبيس وينتهي بالفيف الفاستر سبيس وين بالميد أوف تشيست. لكن turn to the left side and the base of the heart on the top will أمام the heart on the down زين. ولكن هو بالمنتصف، ولكن أمة الهار فيها ميول إلى left side، فيتصور لنا إنه هو الهار وين صاير لكن هو وين line of the chest زين. لازم أعرف anatomical structure of the chest بشكل عام. ريفيو سريع على الكمبيوتر. هذا تشيست لو تلاحظون فوق يبدا عندي الكلافيكال بون اللي هو عظم الكلافون، ومن ثم يبدا سكند الفيرست ريب. الفراغ ما بين الاضلاع نسميه انتر كوستال تمام. هذا الفراغ ما بين الاضلاع هذا الاول نسميه الفيرست انتر كوستال سبيس سكندري بدل هارد بدل هارد لو تلاحظون اللي هو arch of aorta. هذا شوفوا هذا arch of aorta وين يبدي؟ في secondary مو secondary intercostal space secondary الضلع الثاني. لو تطالعين الصورة طالعين وين بادي الهارد؟ secondary زين بدل first rib second rib third rib fifth والفورث. الفيفث rib الفيفث intercostal space هذا هو نهاية الهارت اللي نسميها apex area أو apex of the heart أو top أو apical area. إيش الأبيكال apex شو تسموه هي كلها مسميات دل على إنه الهارت خلاص عندي هنا اللي هو fifth intercostal space زين. هذا الانتوميكال ستراكشر للهارت انه البوزيشن مالته يبدا من وينتهي الى. اذا انا ما اعرف التفاصيل انا ما اعرف وين اللاند مارك اللي راح امشي عليه تمام. ولازم اعرف انه بال ايورتا هو ارتباط وثيق بما بالليفت فنتركل والبولمونيك ارتري والرايت فنتركل
لازم اعرف انه الفنتريكل تستلم دم مين؟ من الاتيريوم. الدم النازل من الاتيريوم للفنتريكل يسموه ايارتيك العفو اتيريوم كيك. شنو اتيريوم كيك؟ معنى هو كمية الدم النازل من الاتيريوم للفنتريكل خلال الضربة الواحدة. فمن عندك شنو اتيريوم كيك لازم تعرف انه شنو هو كمية الدم النازلة خلال ضربة واحدة كونتراكشن واحد بالاتيريوم نزل دم للفنتريكل سعوده اتيريوم كيك اللي ينطع بليكو يطلع الحجم الانجكشن بكل بيطلع. انا ما ادري من يطلع بس انا لازم تكون هاي المفاهيم زين. هذا الاتريمتيك زين. الدم الطالع من الفنتريكل ليفت ورايت يسحوله اتيريوم الفنتريكل شنو كونتراكشن اللي هي اباوت اوف بلاد اجكت فروم ذا نير فنتريكل اسمها بين قوسين سكروب وول. قلنا لك سكروب فوليوم للانسان الطبيعي بالليف فنتريكل ايش قد راح تجيب 70 مل 70 مل بمعنى انه كميه الدم اللي تخرج من الفنتريكل تروح للايورتا بالضربه الواحده 70 مل زين. الكارديك اوتبوت شو يساوي لي؟ يساوي لي سكروب فوليوم بالهارت ريت مضروب بالهارت ريت. فبالتالي من اضرب ال 70 بالهارت ريت كمتوسط يطلع عدد كاردياك اوت 60 او 62 او 65 يطلع عندي ما يقارب 5 لتر بالدقيقه. بمعنى ان الانسان الطبيعي الكاردياك اوت مالته يتراوح ما بين ال 4 لتر الى 8 لتر من 4 الى 8 لتر يعتمد على الستروك فوليوم يعتمد على الهارت ريت. كل ما زادنا الهارت ريت والستروك فوليوم مع بعض كل ما زاد الكاردياك اوت كل ما قلل. واحنا نتكمل حالات الشوك وحالات اللي هي البيشنت يصير فتيق ويصير ويكنس ويصير بيل ويصير هارت فيلر ومفهوم الهارت فيلر وشلون يصير وليش يقل الكارديك اوتبوت لان ستروك فوليوم حتى الى اخر التفاصيل. كميه الدم الخارجه بالضربه الواحده قلنا سميناها ستروك فوليوم ولكن القوه المسلطه من العضلات على الدم حتى يخرج نسميه بريلود. كميه القوه المسلطه على هذا الدم حتى يخرج سميها بريلود زين. كميه الدم اللي خرجت راحت للايورتا وصلت للايورتا. القوه اللي سلطت على الدم حتى وصلت للايورتا افتر لا اسمها بريلود بعد ولكن قوة المقاومة من الايورتا شو نسميها؟ افترلود. دم اجى بانبوب ايش قد الانبوب هو مالت الالاستيسيتي ايش قد قاوم ما تمدد هاي الريزستنس صحيح الافترلود استرعيت البث ما بضيع الوقت البريلود قوة القوة المسلطة على الدم حتى يخرج. الافتر لود القوه المسلطه من الجدران مالت الايورتا على الدم تمام. بمعنى انه البريلود الافتر لود اثنيناتهم شنو قوه قوه هاي قوه وهاي قوه بس مره تكون بالفنتريكل ومره تكون وين بالايورتا تمام. بعد مصطلح عندنا الكونتراكتيليتي اللي هو امكانيه المصل على دفع اكبر كميه من الدم. طبعا الكونتراكتيليتي تعتمد على الكوندكشن سيستم كوندكتيف سيستم اللي هو الاس اي نود نود الاي في نود بندل اوفنز بنجي وجد صار المصل استجاب لهاي الكهربائيه واتحد مع بعض وصار عندي كلورايد يخرج وبوتاسيوم يدخل والاكشن بوتنشال هذا الريبولاريزيشن والديبولاريزيشن اي الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن اثنيناتهم مع بعضهم نسميهم كونتراكتيليتي. فانت اثناء الفيزيكال تلاحظ كونتراكتيليتي تلاحظ البريلود تلاحظ الاكلرلود تلاحظ الاتيريوم كيك زين والستروك فوليوم الى اخره من المسميات المصطلحه اللاند مارك زت رول. لو تلاحظوا لو تلاحظوا استنادا على الصوره اللي عرضناها قبل شويه مسار اللاند مارك ذي يشوف لي الهارت والايورتا تلاحظون منا هذا هنا
ليشوف لي الارتش زين والاتيريال، هذول اثنيناتهم يشوفون الاتيريال والجو اثنيناتهم يشوفون الفنتركل تمام. اوكي اول نقطه اللي هي ليفت سايد، ليفت سايد بالنسبه لي، ولكن بالنسبه للبيشنت رايت سايد. فانا من اجي اخذ اشياء اناتوميكال احكي بي اناتوميكال بونوس بوزيشن شو اقول عليها اسمها ايورتيك تقع بالرايت سايد اوف ذا بيشنت وين سكند انت وصل سبيس تمام. يقول ممكن تلقاها بالفيفث انتركوستال سبيس او فورث لو الرابع او الخامس. في بعض المرات تلقاها مره رابعه موجوده بالمكان الرابع يعني كولار الرابع او اخر في القاب الخامس المايترال اريا او ابيكس اريا زين اللي هي هاي فيفث انتركوستال سبيس هاي نهايه الحرف. راح نجي نسوي التكنيك اللي حكيناه هسه هذولا على هاي المناطق الأربعة. طبعا اكو مصادر نضيف نقطة منتصفة اللي هي ثيرد انتركوستال سبيس يسموها ايرس بوينت اللي تنطيني انديكيشن على انه السبتر مالت الهارت شلون بده يشتغل. السبتر السبتر هو حاجز بين الاتيريوم تمام؟ لكن ما بين الاتيريوم الليفت والرايت سايد اوف ذا هارت زين؟ هذا السبتر بيشتغل ب اوبن مثلا شيء ديفكت ب وش اسمه؟ ديفورمتي ديفورمتي بيعبر دم من جهه لجهه. هنا بالارسوين عاده نستمر الى صوت المرمر ان كان شخص عنده اتيريا سبتل ديفكت او فيتيكولا سبتل ديفكت الارسوين راح تطير البيشن. ولكن الاهم الاغلب هن هذول لاند مارك فور. هذا الكلافيكول هذا السيطرة هذا السيطرة انا لازم اعرف انه هذا استرنا هذا رايت سايد هذا ليفت سايد هذا البيشن. اجي اباو عادة من اجي اباو عندي ليش المحاضرة ايش قلنا؟ قلنا اكو مصطلح عندنا ثلاث مصطلحات، مصطلح البلسيشن والثروس والهيبس تمام؟ بالانسبكشن ثروس وهيبس ما لها علاقة بس البلسيشن لانه هي ويبس انا اشوفها امامي على السطح. مبدئيا مبدئيا المناطق الثلاثة او الاربعة الاولى ما بيها ما نورمالي ما بوصل. لكن من اجي لل ابيكس اريا والماتريال نورمال نورمالي لازم اكو بوصيشن لانه الهارت يكون تشت تو ذا تشيست ذا تشيست وول زين. ف بالابيكس اريا من اجي اباوع لازم اشوف بوصيشن. وقت اللي ما شو بيبلسيشن لازم شنو؟ أغير في بوزيشن مال البيشن أو أقول إنه البيشن إذا كان أوبيس من المستحيل أني أشوف البلسيشن. هذه البلسيشن هذا ما يخص الإنسبكشن. بعد بالإنسبكشن أشوف الهيد الهيد ديستريبيوشن تشيست إكسبانشن أشوف السيمتري بتوين ال 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 الليفت والرايت الكلر سكار ماس الى اخر التفاصيل. خلاص انا نجي للبالبيشن كل سبوع نجي على ايرتيك اريا قلنا للبالسيشن استقلي بيت اوف فينجرز بعدين الجزء الاخر هو والجزء اللي بعده هيس. فاجي ايرتيك اريا اللي هي تقع
بالسكند انترتوستال سبيس ان ذا رايت سايد اجي اخلي ايدي عاده لازم شنو يكون سكين تو سكين كونتاكت حتى احس بالبلسيشن هنا انا من اخلي ماكو بلسيشن ثرا ماكو هيز ماكو بالبلموري بلسيشن ماكو ثرا ماكو هيز ماكو اجي لل تراكوسميك اريا بلسيشن ماكو ثرا ماكو هيز ماكو تشوفون نفس مرات اتحسس المنطقه حتى اتاكد من البلسيشن والثرا والهيز تمام نجي للابيكال اكبر نجي للبلس للابيكال اريا عاده البيشنت الكاروسفاين بوزيشن هو البدي ماس اندكس مالته نورمال من خلي يقعد على البلسيشن عنده حتى الحسس او لا ويفضل انه تيرن ذا بيشنت لفت لفت سايد وخلي ايدي صرت اتحسس واحس بالبلسيشن بكل سهوله ارجع البيشنت نفس مكانه نفس مكان نفس البوزيشن ارجع لل ثرال نورمالي ما هيز نورمالي ما اونلي بمعنى خلينا بالتفصيل شكو ثرال شكو هيز بكل المناطق هذني الخمسه والاربعه اذا وجد ابنورمال اذا وجد عاده لازم ما كل المناطق هذول الاربعه والخمسه ما بيهم بلسيشن ما عدا الابيكال تمام هذا ما يخص البلسيشن سنترال اللي هي بريكارديوم اريا زين البركجن الكارديوفاسكولار يستخدموه لتحديد البوردر اوف ذا هارت اللي اهم نقطه اللي هو هو عاده يبين انديكيشن انه الهارد شلون دا يشتغل اشوف الفوليوم اشوف الكونتراكتيليتي اشوف البيتش اللي هي حده الصوت زين اشوف الانتنسيتي الشده مثل الهارد شلون دا يشتغل والساوند عاده نعرف انه الهارد ساوند هو نتاج لشغل فور فولز دول الفولز يشتغلون كل اثنين مع بعض سويا عندي فالف يربطون الاثيريوم فنتركل ليفت ورايت اللي هو رايت تراكوزبيت ليفت مايكرو دول المايكرو فالف واحد تراكوزبيت ثلاثي بوابات والاخر ثنائي بوابات هذول ينفتحون وينضبطون يسدون مع بعض يطلع عندي ساوند 1 خلاص ساوند 2 هو ناتج من فالف اخر يربط الايورتيك والبلموني مع الفنتريكلز هذول ايضا ينسدون ينفتحون سيمولينال بلب سبونتينيسلي اللي هم يشتغلون تلقائيا هذولاك فوق مربوطين بحبال من سير مسل كونتراكشن ريلاكزيشن يتاثر بالفتح والانحلال بالمسل اما بالايورتيك والبلموني فهنا ما بيهم تندون ما هالتندون ما موجود هن يشتغل على برجر صار برجر عليهن فجأة انشال البرجر سجل وهكذا هذول أيضا ينفتحون وينغلقون ينطون ساوند 2 تمام بمعنى إنه إذا صار عندي خلل بالمايترال وتريكوز راح أتوقع الساوند ما راح يتأثر وإذا صار عندي خلل بالأيورتيك والبرموني معناها ساوند تو راح يتأثر بمعنى أني عندي نورمالي تو هارد ساوند ساوند وين ساوند أول تمام بنجي طبعا الستيثوسكوب اللي نستخدمها لازم تحتوي على دايجرام محفوظ بالضبط الدايجرام يستخدم للهاي بيت ساوند واللو بيت ساوند يستخدم للفول زين اللي هو شنو هاي بيت ساوند شنو لو بيت ساوند شنو الفرق ما بين الهاي بيت ساوند واللو بيت ساوند دكتور الهاي بيتش يعني الحده مالته عاليه بمعنى انه هذا المكان هو اساس صدور الصوت بالضبط نعم
يعني انا اروح هنا هاي الهاي بس خلي ابنك هنا هاي لا اروح هنا بتحط ابنك هنا هذا هاي بيج ساوند بالنسبه لي بس من تحط ذاك هنا على طبعاً أول لوبي ساوند لأنه أنا جاي لك هنا وتسمع هنا جاي كيف الشيء دو يوصلك على أبعد عادية بمعنى أنه هو مو مكان انطلاق أو مصدر الصوت أكو وسط ناقل أي وسط ناقل الاستيديسكوب أيضاً تمر لازم على المكانات الأربعة تمام من أجي أحلي الاستيديسكوب احنا قلنا ومتفقين انه ساوند 1 هو خاص بالمايكرو ريكورد ساوند 2 خاص بالايوتيك والبلمون من اريد اقيس اني ساوند 1 ابي اسمع بوضوح لازم من الجه للمايكرو ريكورد اريا هنا وهنا ساوند 1 هاي بيتش ساوند استخدم شنو هنا استخدم دايركم حتى أقيس ساوند ون تمام بالنسبة لي حتى أسمع بوضوح إذا أشوف ساوند تو بالنسبة لي الدايفرام أستخدمه بالأيورتيك والبلمونك أريا زين صرت أرد أسمع الساوند ون هنا شنو أستخدم بل صرت أرد أسمع ساوند تو هنا أسمع هو أكتب كل الأحوال السبعة انت مو معنى انا احط الاستيديسكوب بالايورتيك والبلمونك اريا راح اسمع ضربه واحده لا بس واحده راح تسمعها عاليه واحده راح تلحن هذول البلد مو المفروض ينسدون الاثنين مع بعض واحد ينسد قبل الثاني هذا ينطين انديكيشن اكو خربطه بالكهرباء كهرباء لين يجي عاز هنا لا اسمع هنا او هنا هايبر اتروفي هنا جهه ما بيها شيء هذا السبلت سواء السبلت 1 او سبلت 2 وين يظهر؟ ما يظهر اثناء الفحص الطبيعي الا اثناء الاكس واديشن مو ياخذ نفس نايكس فايليشن نفس الصوت ينقسم الى جزئين طبعا بس راح اسوي لكم تجربه راح ابين لكم انه شلون يميزون ما بين الهارد ساوند اللي هنا نورمال و
والاديشنال ساوند من 3 4 زين انتبهوا عليها. هلا ندرج جايبين سماعات. ساوند 3 هو اديشنال ساوند ناتج من امور فيسيولوجيكال تشينج. مثلا امراه حامل طفل في طور النمو زين، هذا ناس عايش على الجبال، هذا الشيء خلي الهاتف يشتغل شغل اراثي الى فتره زمنيه ويرجع الامور طبيعيه. طفل يكون النمو مالته ترجع الهاتف يشتغل طبيعي، المراه تولد تجيب ترجع الامور طبيعيه، اللي يساعد على الجبل عايش فوق ينزل جوا ترجع الامور طبيعيه. هذا الساوند راح يخلي جهد اضافي للكونتراكشن على الهاتف، راح يطلع عندي ساوند سهله ساوند واللي هو عادة يأتي بعده ساوند 2 زين. فمن أرد أسمع أنا صوت طبعا الرتم بالهارت ساوند هو أساس مقياس كل شيء، إنه يمشي على تون معين إيقاع معين، اختلاف هذا الإيقاع راح يؤدي إنه أنا أميز أكو الأمور ماشية بصورة صحيحة وصار اختلاف زين. فبالرتم ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3 ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3 زين، والنوع فارق زمني يبدي ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3. ساوند 4 هو ساوند ينتج من abnormal condition، مثلا صار عندي هايبر اتروفي بالهارت، صار عندي مايترال ريجيرت او برولابس زين، صار عندي خلل معين احد الفالس فينتج عندي ساوند 4. ساوند 4 يسبق الكونتنت. لو لاحظ الصوره بابا ساوند 1 ساوند 2 هذا رقم هنا هذا الشكل. من نجي للسبلت سبلت 1 او سبلت 2 اثناء الاكسبيريشن الامور طبيعيه، اثناء الاكسبيريشن شو يصير؟ سبلت 1 او سبلت 2 حسب. من اكو اديشنال ساوند اللي هو هارد ساوند 3 اللي بالهارد ساوند راح يجي ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3 ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3 وهكذا. الاديشنال ساوند الاخر اللي هو ساوند 1 ساوند 2 قبلهم شنو؟ شنو بعدهم؟ بعد اثنين يصير بعض البيشنز تلقاهم 3 و 4 مع بعض يطلقون عليه مصطلح قالوا اللي هو مثل حدوة الحصان. حدوة الحصان مثل كأنه أربع رجلين جاي ترتفع وتدق بالأرض ويطلعون تون، هذا التون يسمحوا له قالوب ساوند اللي هي أربع أصوات متغايرة مع بعض موجودة على هذا الشخص. تمام؟ طبعا ساوند 4 abnormal condition الديلة، ساوند 3 normal physiological change related to condition تتغير نتيجة ظهور حالة معينة ترجع لواقعك ترجع لأمور طبيعية. ويزور من يزور الساوند فور يعني وين أكثر شيء مثلا بالدرس الأول؟ أي مكان؟ أي مكان من أي مكان؟ إذن كل الحالات اللي نسمع بها الصوت ما قالوا؟ قالوا مو قلت لك يعني هي مرأة إذا اجتمعنا أربعة وأضاف إلى عندها مشاكل بالبول بالبول مصر زين، عندها مشاكل بالهارد مصر، عندها مشاكل صار عندها الاندوكارديتس زين. فهاي راح تكون مسألتين مع بعض إضافية للهارد ساوند راح يصير عندي قالوا زين. البسل سمع تيست بسيط جدا، جيب الدايفرام خليها وين؟ هنا على حرحات ايدك وتقلب ايدك وتقلبها بهذا الشكل حتى تسمع هارد ساوند ملائمه وقريبه للهارد ساوند اللي عند البيشنت. سويها عندك في البيت اكثر مره. نعرف انه الرتم الطبيعي للانسان يكون بهالشكل هذا. يطلع لكم تمام اللي هو هذا مثل دقة القلب تمام. اريد اعرف الاديشنال ساوند شو راح تكون. تبع عليها ساوند 1 ساوند 2 ساوند 1 ساوند 2 ساوند 1 ساوند 2
ساوند 1 ساوند 2 ساوند 1 دبلوب يعني صار عندي اديشنال ساوند اللي هو ساوند 3 ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3 شو راح يكون الايقاع؟ يسمعون؟ تمام؟ حلو. صار عندي ساوند 4 ماكو ساوند 3 ان شاء الله اربع رجل. شو راح يكون؟ احنا نعرف ساوند 1 ساوند 2 الساوند 4 قلنا قبلهم كلهم شو راح يكون؟ راح يكون شفتوا شو نيستو؟ باو راح اخليهن اربعتهم مع بعض راح يكون اربعتهم مع بعض نرجع للساوند 1 ساوند 2 حتى نميز تمام؟ راح يكون اربعتهم مع بعض من اكو فارق زمني ما بين الاربعه والاربعه الجايات راح يخليه الرتم هذا انه راح اعرف اربع اصوات غير طبيعيه موجوده مع بعضها في ان واحد تمام استنجد تلقائي واضح حول الاستنجد ساوند 1 ساوند 2 هاي تمام ساوند 1 ساوند 2 ساوند 2 ساوند 3 تمام ساوند 4 ساوند 2 ساوند 1 ساوند 2 ساوند 4 ساوند 1 ساوند 2 شفت التقارب هسه راح اخليهم مع بعضهم مع بعض تمام دكتور بس الساوند الرابع مو يعني هسه قريب جدا يجي كلوز يسبقهم كلهم هو سابقهم كلهم ويجي كانه كمبستر ميكانيزم يجي مو بوقته يصير كونكشن مو بوقته يصير فتحه وسده مو بوقته فهمتين ولهذا هو يظهر سريعا جدا هو الاقرب لا انت عاده هسه خليك لي يلا ساوند 1 ساوند 2 ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3 تمام ساوند 4 ساوند 1 ساوند 2 ساوند 4 ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3 شفت شفت الاختلاف شلون صار؟ تمام؟ بالفترة يعني اي الفترات الزمنية صارت بالرتبة الرابع اقرب من غيره. زين بس هو سفرية كمسافة عن الرابع الرابع اول مسألة الرابع الرابع ساوند 1 ساوند 2 تمام ساوند 1 ساوند 2 ساوند 3 تمام ساوند 4 ساوند 1 ساوند 2 4 2 1 2 هذا لا لان الاول والثاني فارق زمني بينتهم ثابت تمام نفس النوع ثابت من تحس اكو واحد فوق واحد مباشره يدخل الفتر تاع هلا فيصير يعني فاز تيم اي فاز مو يعني قصده مو ضروري كل مره هسه راح نخليهم اربعه مع بعض أربعة أول ثاني ثالث تون واحد تون واحد يلا باو هذا شنو بس راح يصير أول ثاني ثالث عفوا أول ثاني ثالث
رابع أول ثاني أول ثاني الجمعة هي أول ثاني ثالث اي هسه ثالث رابع اول ثاني هسه دول اربعه مع بعض رابع اول ثاني ثالث تمام يحتاج الحين من الثانية نجي هسنا نبدأ من اللي هم من cardiovascular أمور ساتي patient film في البرفور patient temperature تمام و patient skin moisture لأنه هو moisture والكلر وال أكو abnormality بالكلر هو indication إنه الهاي مدى ينطي توزيع كامل للبلاد يعني patient هنا يقول عليه ثاو أو patient cyanotic أو كذا معنى إنه الهيموديناميك مات patient الداخلية أو توزيع الدم محتوى الدم هي abnormal أو tissue perfusion abnormal زين فهذا يشوف بعد أقوم patient للآي مورتي يفتح عينه الكورنر ارتس شنو الكورنر ارتس تجمع الكوليسترول هو هايبر ليبيديميا الناس اللي هم عمرهم 60 فما فوق دائما عندنا موجودين بالبيت جيراننا شايفين قرنيه العين اللي هي عكس اللون الاخضر دائما دايره يصير لون هلالي لون رمادي شلون الهلال يصير فوق دار القرنيه هذا هايبر ليبيديميا شنو اسمه كورنر ارتس كورنر أو في بعض المرات هذا الكورنر أو ذا آي كورنر أو ذا آي صار عندي شلون نودل في الكورنر أو هاي هم اسمها هايبرليبيديميا بس اسمها زانفلازم هذني أشياء اثنين بنشوفهن بالهايبرليبيديميا تعطينا إنديكيشن إنه البيشن عنده هايبرليبيديميا بعد أشوف البيشنت سينوسيس سينوتيك أو نوت والسينوسيس هو بلو ديسكولوريشن أكاد إن ذا سيل ممبرين اللي هي ميوكس معفو تشوف نتيجة نقصان كمية الأكسجين ونكريز بالسيركوليتريت أو ذا سي أو سي أو وعندي تو تايب من السينوسيس سنترال أشوفه مكانها والبرفرال أشوفه مكانها سنترال أنا مسببات والبرفرال أنا مسببات قد ويا كل سنترال أو برفرال ولكن مو بالضرورة ويا برفرال أو سنترال تمام أكثر الأمراض اللي تسبب لي سينوتيك بيشنت اللي هم الكونجنتال هارد ديزيز الاس اي انه يختلط الدم المؤكسج وغير المؤكسج بالهارد وينضخ للجسم ويبين على التشو انه هذا بيشنت سينوتيك فهي كونجنتال او في بعض الاحيان البيشنت يوصل لمرحله الفتيك اللي هم الليف سايد هارت فيلر زين او جماعه البولمونري اديما هذا كله مسببات السنترال وين اشوفها لبس الوكال ميكوزا اندر ذا تان زين اير لوب هذه كلها تعطيني انديكيشن او ديشن شنو ثاني بشوف شوف اللبس اقول البيشنت افتح حقك ارفع لسانك ارفعه اندر ذا تان هاي بوكال ميكوزا تبين لي انه البيشنت سينوتيك اور نوت واشير الاير لوب اشوفه لوب بعد مع انه انا لاحظت في السنترال اروح مباشره للنيرف شوف سينوتيك اور نوت البريفرال سينوسيس انديكيشن انه الكابيلاريز اللي هي منطقه التحويل اخذ الاكسجين واعطاء ثاني اكسيد الكربون جاي شغل بصوره صحيحه ولا شغل بصوره صحيحه واحد من سببات البريفرال برد نمشي بالبرد نجي بعد اصابعنا زرق زين فمن اجي اشوف سنترال لازم انا اشوف اكو بريفرال بس من اشوف بريفرال مو بالضروره تمام
بالفرفرال قلنا نركز على نشوف الفيسي كذي، نجي نركز على الامور الاتيه بالفرفرال. اشوف الجي بي بي ديبر افيانس بروجكت، اشوف البنفرال قديمة زين، اشوف الفايتال ساينز، واشوف البايبس هيك، واشوف الكابيلاري ريفرنس. بالجيجولار فينس بريشر حتى اقيسه لازم عندي عده امور اشوفها. اولا لازم البيشن هيد ريفلكت تو ذا ليفت سايد اور رايت سايد. لازم اعرف الاناتوميكال ستراكشر من هيك شنو بيها، وين الجيجولار وين الكاروتيد. البيشن الزاويه ما بين ال 45 الى 60 اللي هي سيمي بولر بوزيشن. طبعا ليش ليفت سايد او رايت سايد؟ حتى القياس حتى اسمها ايضا من مكان اللويس انجل اللي هو التقاء الكلافيكال مع الاسترنم. هاي المساحه او المسافه العريضه اللي هي بالاسترنم نهايه الاسترنم اسمها اللويس انجل، زاويه لويس زين. تقع عليها المسطره بشكل عمودي تمام، وتقع المسطره الاخرى على البلسيشن بشكل عمودي. وين البلسيشن مالت علي؟ هذا انتبه عليه، انتبه عليه. هذه البلسيشن وهاي لويس انجل. تعالوا من هنا تشوفون ولا لا؟ تشوفون بوضوح؟ تعال. هذا البلسيشن بشكل عمودي وهذا المسطرة على لويس انجل بشكل عمودي. طلع عندي قراءة، هذه القراءة طلعت عندي تقريبا ايش قد؟ 4 سم 3 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
الى 5 من 1 انش الى 2 انش نورمال نورمال. اكثر من هذا بمعنى شيء بين عندي بين عندي صار ستنت، وهذا الستنت ما يجي اعتباطه، يجي اكو صاير بريشر على الجيجولار فيناس او على البولمونري او على محتويات معينه تسوي ستنت. حتى اتاكد انا بالسيف سايد راح اسوي ريفلكس، ريفلكس اسمه هيباتو جيجولار ريفلكس، راح اضغط على الابدومن مال البيشنت لمده 30 الى 60 ثانيه وعيني وين على البلسيشن. نورمالي نورمالي هذا البلسيشن ما يصير ديستنت، معنى ديستنت شنو؟ انه يرتفع نورمالي. بس اذا صار بي ديستنت بمعنى اكو هيباتو جيجولار ريفلكس ريسبونس مالته ايجابي. عادة الناس اللي عندهم هارت فيلر بس اخلي ايدي على الهيباتيك من 30 الى 60 ثانيه. شو اسمه هذا البروسيجر والمانوفر؟ هيباتو جيجولار ريفلكس. هذا الاحتقان بالدم الوريدي غير وصل. اي البلاد ريتيرن السحوله اللي هو جاي من السوبيريار فينا كافا والانفيريار فينا كافا. نسوي هيباتو مو اكو بورتال بين يجي الكاروتي للليفر، من اسوي بريشر البورتال راح كانه يسوي ريتيرن. اذا طبيعي ماكو بريشر عالي يمشي الامور طبيعي ما يصير ديستنت زين، واذا لا مو طبيعي يبقى المسألة ديستنت. هذا اوريدي اسوي له حتى اتاكد اوريدي لازم. هسه شفنا شكله بيصير اجي اباوع الادمه، الادمه تكون بهالشكل. هذا ادمه طبيعيه تكون البريفرال ادمه تنقسم عندي الى قسمين، يا اما بايلاترال او يونيلاترال. اليونيلاترال تعني لي انه المشكله هسه هنا بالمكان هذا، يعني انا شفتها بس باللور اكستيرميتي اللي هي ليفت او رايت. اذا صار عندي هنا
بمعنى انه هذه المنطقه تغذيتها بالبرفيوجن مو صحيحه، فالمشكله لوكالايزد. بس اذا باي لاترال بمعنى انه المشكله سنترال، الدرين ما تلف فلويد ما جاي يصير بصوره صحيحه، اوزموتيك بريشر الكوتيك بريشر هنا بالداخل الخليه خارجها مو صحيح، يجي انترا سيلولار فلويد يتجمع بيناتهم ويصير عندي الاوديما. طبعا الاوديما حتى اعرفها هي بيتينج اور نون بيتينج، اجراء بسيط على عظم التيبيا اضغط. الدبريشن طبعا بيها جريد، جريد 1 حق جريد 6 زين. البيتينج بمعنى انه اضغط من نشيل ايدي مثل سفنجل بيها زاهي، اضغط عليها واشيل ايدي ورا فتره يلا ترجع طبيعيه، بس السفنجل ما بيها زاهي، بيها بس مي او ناشفه، مجرد ما اضغط واشيل ايدي بالكم وياي. جسم الانسان بالضبط ولا الفلويد اللي هو بروتين، عباره عن بروتين زي شنو هاي الادمه، هو بروتين يتجمع بمكان معين فلويد بلازما عفوا زين. فمن اضغط وشلت ايدي انا هذا الضغط بحد ذاته ما اسوي في الانسان، الانسان اللي هو جالس يسوي الفحص وما عنده ادمه، بس اللي عنده ادمه حتى اميز هي بيتين اور نون بيتين زين. واذا طلعت بيتين شنو الفرق؟ الفرق انه هي بالجريدات بتكون بالهاي جريد، بمعنى البيشنت بالديزيز متقدم رايح زين، راح بروجرس بالديزيز، البروجنوزز ما تكون اقل من البروجنوزز اللي شخص هو نون بيتين تمام. هذا للادمه. طبعا الادمه مكاناتها لور اكستيرميتي والساكرال اريا، ساكرال اريا افتر علي لازم يصير ساكرال اريا هي نهايه يعني ظهر يعني اللي هي بالمنطقه العصعصيه زين. من تضغط عليها ايضا فيتنج للفيتنج بالضبط بالضبط. جسم الانسان وين الفلويد هذه اللي هي بس القناه الحذره استدلا السوفت، من هو واقف كل الفلويد وين صاير جوا، من ينحني او تميله راح الفلويد بتوزع بشكل هذا زين. فعاده البيشنت هو اذا قاعد بالسيتنج بوزيشن او هو واقف زين يكون دائما باللور اكستريميتي والساكرال اي سبب الجاذبية. بعد ايش عندي بالبريفرال؟ عندي ال 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 لا اريد اشوف الارتريال بالس، ادب تمبورال كاروتيد بريكيال. طبعا انتيكوبيتال اريا هي الاريا اللي هي تكون لنف بيها ومهمه بالنسبه لنا بالكارديوفاسكولار. وشوفوا لي شنو انتيكوبيتال بعدين شنو تحت راديال زين تيمورال البوبيتال. لازم البيشنت يكون البرون بوزيشن وال القدم او الليك كلها تنحني بهالشكل هذا، يعني هو برون وتكون محنيه بمعنى انه يكون عفوا يعني راح يكون هيك شيء. يلا اقدر اقيس البوبيتال بعدين التيبيال ودورسالس بالجسم. طبعا كله بايلاترال 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 حتى اقارن ريديال بريكيال وهكذا امشي حتى اشوف الارتيال بريشر بالس فور اوكي بين منطقه ومنطقه. بعد نسوي ارتيريال ايديكال تيست، انه احط الاستيثوسكوب على الايديكال اريا واحط ايدي على الراديال واشوف اكو ديفيسيت لو لا، نسحب على ارتيريال نسحب ايديكال راديال ديفيسيت اكو نقص ما بين البلس اللي هو من السنتر للبريفرال. هذا 1 نيرس يعني قيسه 1 نيرس او 2 نيرس ثلاثه ممكن يسووا او بشوف فضل 2 نيرس زين. شنو الفكره من عنده؟ فكره في بعض الاحيان الهارد ينطب نبضه نبض معين مقداره 80 نبضه، من يجي للبريفرال ما يوصل 80 وين راح البقيه؟ هو وين راح البقيه؟ هل هو الشغل محيطي لو بالسنترال؟ بعدين اكو بروبلم اي هذا الدفع. بس دكتور اي مو اكو هو اختلاف لازم بالنبض بين الابيكال مو اكثر من ثلاثه؟ ذكر اكثر من ثلاثه يعتبر ابنا نجي التيست يسحونه الين تيست. سامعين فيه ولا ما سامعين فيه الين تيست؟ ما سامعين فيه الين تيست اي دبل ار اي ان. سد ايدك علاوي، انا ايش عندي تغذيه الدم بالكستر؟ عندي راديال وعندي انر.
فأضغط على الأنر والراديال مع بعض لمدة 10 ثواني. أطلب من البيشنت يفتح إيده. افتح إيده. باو عيده شنو؟ بيضة. شوفوا المفروض شو يصير؟ رجعت حمراء. ترجع حمراء من 3 إلى 5 ثواني. ترجع ليد حمراء. خلينا نعيدها. سد ايدك. اظهر لي يا احد الجماعة. نضغط عليه على الانر والراديال مع بعض. افتح ايدك. شنو ايدك بيها؟ شنو صارت؟ حمراء. هذا الانر معناه شغال. الكولاترال اجى الدم يتوزع من جديد. نفس الشيء نوبا جاعد اسدها واغلق راديال والانر. افتح ايدك. بيضة ولا لا؟ رجعت طبيعية. كون ترجع من 3 إلى 5 ثانية ترجع طبيعية. مرة للانر افحص ومرة للراديال. زين؟ بعض التستات اللي هي ادفانس تعتبر انه هو يسوون اليفيت لللور اكستيرميتي مات البيشنت ويشوفون انه راح يصير فيل وبرد يرجع ينزلها ورش قد ترجع شو اسمه الدم يتوزع لازم ايضا همينا ما يتجاوز اكثر من 3 إلى 5 ثانية. هذا كله تنظيم انديكيشن علما انه هو البيرفرال اوكي معنى انه الهارد بالسنتر جاي يدفع تمام تمام. عندي الكابيلاري ريفرنت تايم. هاي الكابيلاري اضغط عليها لمدة 10 ثواني. كابيلاري احسب اي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من شلت ايدي بيضة ورا 3 ثانية لازم الدم رجع. كل احنا نسويها على نفسنا تحسب 10 ثواني. ارفع. مجرد ما ترفع ايدك ورا 3 ثانية كأقصى حد ترجع الامور طبيعية ويرجع الدم يتدفق بالنيرف. بعد شنو عندي بالبرفرال؟ اشوف الفاريكاس فين اللي هي عبارة عن حالة الكل فين اكو مجموعة صمامات تخلي الدم يمشي بيمن باتجاه واحد ما تخليه يمشي باتجاه معاكس. طبعا صمامات تنفتح وتنسد سبونتينيسلي يمشي الدم تنفتح ولا وقف الدم ماكو. بالابل فاريكاس فين طبعا اذا واحده كانت بريجنس واحد اوبيس واحد سايق يقعد 20 ساعه بالسياره واحد دائما يوقف مثلنا احنا مثل عملنا بالعمليات بالشرح هنا بالصالات بالمحاضرات كنيرس بشكل عام يصير انه هاي البلف تتوسع وتصير ارتيرن تو ذا باك الدم يمشي يمشي باتجاه واحد بهاي البلبات راح يمشي باتجاه وينوب يرجع هذا يمشي هذا يرجع راح يصير عندي حوض معين بالفين يتوسع به القطر مالت الفين فيظهر على سطح الجسم بشكل مخروطي بشكل ملتوي متعرج طبعا الحالات الادفانس بي تكون كلاوديكيشن اللي هو pain during the walking من يمشي يرفع رجله صار عنده ألم هذا يسمونه كلاوديكيشن مو pain كلاوديكيشن عموما هي مو مؤذية ولكن مزعجة مزعجة من يشوف هيك شكل أنت بجسمك فالناس تبدي تدور على حل لها. هذا تقريبا ما يشمل كل ما يشمل الكارديوفاسكولار أسسمنت.